هنا اللقطة، لاحظ كابتن محمد دكتور طارق، والله هذه كارثة، هذه كارثة يعني احنا عريف. ما شفناها، انتهى الشوط الاول ما شفناها، لكن اول مرة بحياتي اشوف حكم يضرب لاعب، هذا ما مرت علي يعني. شوف شوف الحكم هني يعني روبسون تكلم معه، عطاه كوع، عطاه كوع يعني بدو يعني بس وين شوف هني يتكلم على يعني يشكي حق صلاح الحالة هذه. انا متاكد 100% راح يكون في يعني تقريحه غريبه اللقطه.